مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. قيادة عمليات دجلة في العراق تطلق عملية جديدة لتطهير حدود ديالى وصلاح الدين من داعش. تحالف دعم الشرعية يكبد المتمردين الحوثيين خسائر كبيرة في الحديدة. وزعيم كوريا الشمالية يحقن نفسه بالذهب للعلاج من السرطان والبدانة والخرف. وثلاثة رواد فضاء أمريكي وروسي وياباني ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية. المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم مناطق الدولة، حيث يستمر تكاثر السحب المصحوبة بأمطار مختلفة الشدة. دراسة هولندية تكشف أن فتح النوافذ والأبواب في البيت يساعد الأشخاص على النوم بصورة أفضل. باحثون بريطانيون يؤكدون أن التدخين يقلل من جاذبية الإنسان لأنه سبب المشاكل الجلدية المزمنة.